مشاهدينا أهلا بكم. اغسل يديك من الدم بدم جديد، وانفض عن كرامتك عار تعرية النساء بعار جديد. وفق لجسد الثورة ما تبقى فيها من عيون، ودع عنك ثقل الحديث عن شهداء ثورة برأت المحاكم ساحة قاتلهم. فمن قتل وعرى وفقأ كرم مرة وحكم مرات أخرى. فهي الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء تطل علينا برأس قاتل لم يحاسب، وأرواح شهداء اختارت لنفسها الخلود عندما قبلت الموت ثمنا للحرية، وحكم عسكر لم يسقط بل أسقطنا جميعا في فخاخ التصارع على السلطة بدلا من التصارع من أجل الثورة، وبقايا ثورة يقال أنها لم تمت حتى ولو ماتت قلوب حامليها. فإلى أين تسير الثورة؟ وهل ما زال هناك أمل في القلوب والضمائر لاستكمالها؟ وهل هناك رؤى جادة لاستكمال هذا المشروع الذي قام على دماء الشهداء؟ تساؤلات نطرحها مع حلول الذكرى الثالثة لأحداث مجلس الوزراء، ونبحث لها عن إجابة. معنا ومعكم اليوم في هذه الحلقة محمد القصاص، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقا. سيد محمد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. سيد محمد، دعني فقط قبل أن نبدأ النقاش أنه للسادة المشاهدين أننا نتلقى الآن أسئلتكم وأسئلتكم المشاركة معنا في هذا الحوار عبر هاشتاج اسأل محمد القصاص على موقع التواصل الاجتماعي للجزيرة مبشر مصر فيسبوك وتويتر. سيد محمد، على أرض الواقع هل ما زالت هناك ثورة يمكن الحديث عن استكمالها؟ في البداية بس قبل الحديث بما كانت المقدمة عن أحداث مجلس الوزراء، وغدا هو الذكرى السنوية لأحد أهم أو أشهر يعني الشهداء وهو الشيخ عماد عفت، وهو أحد أيقونات ثورة 25 يناير، وهو نموذج لعلماء الذين يقولون كلمة الحق ووقفوا مع الثورة ومع شبهها حتى يعني قدم روحه فداء لهذه الثورة ولهذا الوطن ولهذا الشعب. فألف رحمة عليه وعلى كل شهداء أحداث مجلس الوزراء وعلى كل شهداء مصر منذ 25 يناير وحتى الآن، حتى كما نطلق عليهم شهداء تبرئة مبارك الذين استشهدوا يوم 29 الماضي من الشهر الماضي. يعني ندعو الله أن يتقبلهم جميعا، وندعو الله أن نكون سببا في محاولة القصاص لهم وأن يصبر أهلهم جميعا. هذا أولا. طيب، للتذكرة فقط محمد قبل أن تكمل حديثك، الشيخ عماد عفت هو أمين الفتوى بدار الإفتاء، وكان قد قتل برصاص في أحداث مجلس الوزراء في 16 من ديسمبر عام 2011 داخل شارع مجلس الوزراء، وهو كان اليوم الأول لهذه الأحداث التي كانت قد بدأت لرفض تعيين دكتور كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء بعد أحداث محمد محمود. يمكنك أن تجيب على السؤال. تمام. الأمر الثاني فيما يتعلق بالثورة، طبعا يعني كل من شارك في ثورة 25 يناير وآمن بها يعلم تماما أن الثورة لا تنتهي ولا تموت، وإن حاولوا أن يموتوها وإن حاولوا أن يظهروا للجميع أنها انتهت. وكان يمكن مشهد تبرئة مبارك كان يريدونه مشهد النهاية، ولكنه كان بالعكس تماما، هو مشهد جعل الكثيرون يتذكروا ويفيقوا ويحاولون الآن العودة إلى بحث عن حلول، وحاولون الآن أن يتخلصوا مما أصابهم من يأس وإحباط. الثورة لن تموت لأنها شكلت وعي ووجدان آلاف وملايين الشباب المصري من مختلف الأعمار ورجال مصر ونسائها، فهي ستنتصر إن آجلا أو عاجلا حتى إن طال الأمد، أو إن كان حتى نحن في لحظة من لحظات تراجع هذا المد الثوري، ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح، وسيجني الشعب المصري ثمار جهده في هذه الثورة وثمار تضحيته بأبنائه سواء كان شهيدا أو مصابا أو معتقلا. نعم سيد محمد، هذا الكلام ربما في ظاهره كلام جميل وجيد ويبث على الأمل حينما نتحدث عن أن الثورة ستكتمل شئنا أم أبينا، ولكن هناك من يتهمكم أنتم شباب الثورة وخاصة الذين تحدثوا باسمها وحضروا اجتماعات باسمها، وكانوا يمكن أن نقول أنهم قاطرة الثورة من جانب الشباب، فشلوا في الحفاظ على ثورتهم خلال السنوات الماضية بل وأسلموها مرة أخرى للعسكر. طيب نقول الأمل، احنا بنتكلم عن الأمل وأنا بتكلم عن الأمل وأظل أتكلم عن الأمل، وما دام فينا يعني نفس ولسه عايشين ونمارس الشأن العام والحياة السياسية فما زلنا نتحدث عن الأمل، لأن هي أن هذا هو الوضع أو المطلوب أو الحقيقي.
هل هناك الحديث عن الاخطاء؟ لا طبعا، لم يعني يبقى احد ان هناك حد من شباب الثوره او شباب الثوره لا بيخطئ. بالمناسبه بس يعني في اي يوم من الايام انا كنت عضو في ائتلاف شباب الثوره، كنت متحدث رسمي باسم الائتلاف، ولكن لم ادعي يوما ان انا متحدث باسم الثوره، ولم يكن احد يدعي انه يحتكر الثوره او يتحدث باسم الثوره. ربما نكون فاعلين ونشطين ونحاول ان نفعل ما علينا، وسنظل نحاول ان نفعل ما علينا. فلم يكن احد من هؤلاء الشباب تولى منصبا او كان في يده مقاليد الامور، بل هو كان ما يملكه هو الكلمه، وما يملكه هو الكلمه ان يستجيب لها جموع الشعب فيخرجوا معه او يؤمنوا بكلماته او لا يؤمنوا. فهذه هي النقطه الاولى اللي يجب ان توضحها. هل هناك اخطاء؟ طبعا كان هناك اخطاء في من الشباب الثوره، كما كان هناك اخطاء من الاخرين، لا خلاف على ذلك. الامر الاخير الادعاء بان شباب الثوره سلموا الامر الى عسكر، هو ادعاء الحقيقه يعني ليس له اي سبيل. في احداث مجلس الوزراء كان الشباب هم الوحيدون، واقولها مره اخرى وبوضوح، هم الوحيدون يقفون في الميدان يواجهون العسكر ويسحلهم تسحلهم القوات وتعري زميلاتهم، هم يقفون ويهتفون بسقوط هذا العسكر، بينما كان يتكالب التيارات كلها على الانتخابات وتكالبوا على المكاسب الحزبية. يا سيد محمد، أنتم ميزتم أنفسكم منذ اللحظة الأولى عن بقية الأحزاب والتيارات السياسية التي يمكن أن نقول أنها كانت بالأساس متماهية مع نظام مبارك، ربما في كرسي المعارضة، ولكن دعنا نقول أنها كانت معارضة شكلية بشكل كبير. أنتم ميزتم نفسكم من الأساس وقلتم أن انحيازكم الأساسي هو للثورة. هل كان من المعقول وأنت تقول لي الآن نحن كغيرنا يعني شاركنا فيما حدث ولكن لم نكن نقصد ذلك؟ لا لم أفهم السؤال. يعني أنت تقول أنكم لا يمكن الحديث عن أن شباب الثورة سلموا الثورة مرة أخرى إلى العسكر، وتقول أنه في الأحداث المتتالية وقف الشباب بنفسهم منذ البداية. أنتم ميزتم أنفسكم ولذلك كان يجب أن يكون موقفكم متميز حتى النهاية، ينتمي للثورة لا أن يسلم الثورة للعسكر في لحظة من اللحظات. لا، هو متميز حتى اليوم، وهو ضد الحكم العسكري وضد تدخل المؤسسة العسكرية في السلطة في السياسة، وهذا موقف واضح لم يتغير. وماذا عن موقفكم من 3 يوليو والثلاثين من يونيو؟ 3 يوليو مرفوض، أنا أذكرك بشيء، وهذه أرقام، هذه بيانات اللي أتحدث عنها موجودة. في يوم 1/7 أنا كنت عضو في حزب التيار المصري قبل أن يعلن حزب التيار المصري اندماجه في حزب مصر القومية، لنا بيان واضح يوم 1/7 وتصريحات واضحة يوم 1/7 برفض تدخل المؤسسة العسكرية وبرفض المهلة التي أعطوها، المهلة 48 ساعة التي أعطوها للرئيس مرسي، كنا رافضين هذا الأمر بشكل واضح. أنت الآن عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، حزب مصر القوية لم ينسحب من ائتلاف 30 من يونيو إلا بعد أول أحداث سقط فيها قتلى من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وهي كانت أحداث الحرس الجمهوري. تمام. يعني ألا يعتبر ذلك تأييدا لتدخل العسكر في الحياة السياسية بل والاستيلاء عليها تماما؟ خالص، أنا بكلم حضرتك بشكل واضح أن هذا الموقف اللي من يوم 1/7 مش من يوم، مش من شهر 8 بعد ربع أو من بعد أحداث المنصة، رحم الله شهداء الجميع، ولكن أنا بقول لحضرتك ده كان موقفنا، موقفي الشخصي وموقف الكيان الذي ينتمي إليه، وكان هذا الموقف شاركنا فيه أغلبية المجموعات الثورية من يوم 1/7 وليس من يوم 3/7. تمام. فان كان مصر قوية او الدكتور ابو سعود حضر احد الاجتماعات مع عدل منصور لمحاوله توصيل رساله ما، ثم اعلن موقف واضح بعد ذلك انه لن يحضر مره اخرى او ما الى ذلك، هذا ليس ابدا انحيازا ولا موافقه على خريطه 3/7 وبيانات مصر قوية او قائد التيار المصري او 6 ابريل او غيرها من الكيانات اللي خرجت من راح الثوره رفض هذا الامر بشكل واضح. هناك بيانات واضحه وهناك مواقف واضحه ومثبته، مش من النهارده. انا بيان حركه الشباب 6 ابريل ما زال ايضا موجود، وهو يثمن ما حدث في في 3 يوليو ويطالب باستكمال خارطه الطريق، ويعني يؤيد بشكل ما حدث. لم يقف احدا في ذلك اليوم ويقول هذا انقلاب عسكري، نحن نرفض الانقلاب على مطالب 30 يونيو وعلى مطالب الثوره بالاساس. خلينا نتكلم بشكل واضح، ان حتى بيانات الداعية 30/6، وانا اتكلم برضه عن موقف ما اعرفه انا شخصيا من موقف برضه الكيان اللي كنت فيه، انه كان هناك موقف واضح انه 30/6 الهدف منه هو الدعوه لانتخابات رئاسيه مبكره، وانه نرفض العوده الى دوله مبارك ودوله العسكر، وان حدث ذلك فسنقف في الميدان ضدهم، وهو ما حدث. انا اليوم اتحدث عن موقف متفق،
يحاول البعض ان يزوره انه غير متسق، او يحاول البعض ان يختزل المشهد في هذا الامر، هو حر فليدعي من يريد ان يدعي شيئا فليدعيه، لكن الموقف كان واضح من يوم 1/7. ايضا الموقف كان واضحا منذ ان تشكلت ائتلاف 30 من يونيو، وكان واضحا ان هناك قوات الشرطه، وكان واضح ان هناك فلول مبارك، وكان واضح ان هذا الائتلاف ليس ائتلافا ثوريا، ومع ذلك لم يكن لديكم غضاضه في الوقوف في صف من وصفتموهم في لحظه من اللحظات بانهم حماة نظام مبارك وبانهم ثوره مضاده. طيب خلينا نتكلم. اولا نحن لم نكن طرف في جبهه الانقاذ. أنا أتحدث أيضا عن نفسي وعن الكيانات التي أنتمي إليها أو الكيان الذي أنتمي. لم نكن في يوم من الأيام طرفا في جبهة الإنقاذ التي ربما كانت تشمل مجموعات من فلول مبارك. دي أول نقطة. النقطة الثانية عن علاقة الجيش والشرطة، نحن علاقة رافضين ونطالب بتطهيرهم حتى الآن. بينما من كان في السلطة طوال عام كان هو يدافع عن الجيش والشرطة وتصرفاتهم. وقبل العام هناك عام ونصف مرحلة انتقالية، من كان في السلطة هو من كان يدافع عنهم ومن كان يبرر له ومن كان يحميه. هذه حقائق لا يمكن انكارها او يمكن التغاضي عنها، ولا يمكن اختزالها في موقف او مشهد او تصرف. الحقيقه الواضحه ان احنا الذي نقف على ارضيه واحده اليوم، وانا يعني مش شايف داعي ان في كل الحوارات تختزل حول فكره ما حدث في 30/6، ما حدث في 30/6 له ايجابياته او له سلبياته او له تداعياته التي كانت في هذا الوقت. هناك غضب شعبي وهناك مطلب جماهيري لم تستجب له السلطة القائمة، وتطورت الأمور وخرجت عن ما كانت مطلوب عليها، لا خلاف عن ذلك. نحن طيب. لم نشارك يوما أو لم نشارك في حرب. سيد محمد، إذا كنت حتى هذه اللحظة لا تعي جيدا أنكم بالفعل شاركتم، فدعني أقول لك أنه هناك من يصفكم بأنكم كنتم رابطة عنق أنيقة للانقلاب، استخدمتم بشكل ما حتى ولو لم تدركوا ذلك حتى هذه اللحظة لوضع شكل أنيق ولتكوين ما سمي بعد ذلك أو يصطلح على تسميته بزومبي الثورة. المشهد الثوري كان بحاجة لوضعكم ككرزة فوقه لكي تصبح ثورة بالأساس، لا ليدرك الجميع بأنها انقلاب. طيب أولا أعي أو لا أعي دي شيء يخصني، ويعني دي حضرتك انت حره تشوفي اعي او لا دي قصتك انت، لكن انا اعرف جيدا مواقفي واعرف ايضا موقف الكيانات التي منتمي اليها، وهي مواقف ثابته لم تتغير. الذي تغير او تذبذب هو حر يتحدث ما هو كما يشاء، او الذي يحاول اختزال المشهد في خناقه 30/6 وهل كان يجب ان نبدا او نزل، اختزال مخل جدا. هناك افعال كثيره من طائرات مختلفه ادت الى 30/6، ومنها من كان الطرف الاكبر والطرف التي موجوده في السلطه تتحمل هذا الامر. اذا كنا ممكن بنفس منطقه فكره ان استخدام والكريزة وما الى ذلك، كان نفس الكلام يمكن ان ننطلق منه في من استخدمنا في فورمنت مثلا. احنا كنا مشاركين في اتفاق فورمنت، وكنت واحد من جبهه فورمنت اللي دعمت الاعلان عن المرشح الذي اختاره الشعب هو الدكتور محمد مرسي، وكنا في جبهه وطنيه معه بدرجة من الدرجات. ربما كان المعارضين لمرسي كانوا يقولون علينا نفس الكلام، أنتم مجرد استخدام ومجرد الوردة اللي في عروت الجاكيت ومجرد الكريزة. لكن الحقيقة احنا ما كناش كده، احنا كنا وقفنا في فيرمونت مع الدكتور مرسي ضد نجاح رمز الثورة المضادة اللي هو كان شفيق. إذا كان شاركنا في 30/6 مع الجماهير أو قطاعات عريضة من الجماهير لمطالبة بوجود حل سياسي والمطالبة بوجود انتخابات رئاسية مبكرة، فهذا أمر سياسي بحت ليس له علاقة بالاستخدام أو ما إلى ذلك. بعد عام ونصف العام وما زلنا نبحث عن هل كيف يمكن أن تكتمل هذه الثورة؟ ممكن أكمل؟ تفضل. فاذا كان البعض بعد اتفاق فيرمونت اللي وقفنا فيه باخلاص مع الدكتور محمد مرسي وجاءت النتائج بعد ذلك على عكس ما كنا نقف فيه. نفس الامر، احنا نزلنا بنيه معينه ل 30/6 ولم تاتي الامور بما كنا نتمناها ونريد. اذا هناك فرق كبير بين النتائج، وهناك فرق كبير بين الفعل ومرجعيه الفعل. هناك فرق كبير. المهم انه في النتيجه النهائيه الان الذي لا نختلف عليها تمام، أننا نقف أمام هذه السلطة لأنها تهدر حق الإنسان وتهدر العدالة، ولأنها تحكم من السلطة العسكرية والمؤسسة. نعم سيد محمد، بعد عام ونصف العام وأنتم تقفون في مواجهة هذه السلطة، لديكم في حزب مصر القوية مبادرة لحل الأزمة، ما هي تفاصيل هذه المبادرة التي طرحت بالأمس، وكيف يمكنها أن تحل الأزمة الحالية سواء من ضياع الثورة سواء التشرذم بين قوى الثورة المختلفة؟
دعيني بس أصحح الأمور، هي ليست مبادرة. يعني كلمة مبادرة هي أكبر من حجم ما فعلناه. هي ورقة أو مقال قدم إلى جريدة الشروق المصرية تعبر فيها عن رؤية للوضع الحالي، رؤية للخروج من المأزق الحالي، وهي أيضا ليست رؤية متكاملة، يعني في أمور أخرى لم تذكر في هذه الورقة، لكن هي رؤية أو ثانيا هي رؤية أولية أو مبدئية مطروحة للنقاش والحوار السياسي والمجتمعي. إذا ما هي ملامح رؤيتكم الأولية المبدئية لحل الأزمة؟ تمام. إذا أمامنا إحنا عشان بس تبقى الأمور أحيانا بتاخد حجم أكبر من حجمها فلازم التوضيح. هذه الرؤية بتنقسم إلى حاجتين، إلى وضع حالي في نقاط حالية وإلى وضع متوسط المدى. الوضع الحالي بيتكلم عن معالجة للأوضاع السيئة التي نعيشها. الأوضاع متعلقة بفكرة سواء كانت هذه الأوضاع متعلقة بالحقوق والحريات أو متعلقة بالإعلام أو متعلقة بإدماج كل التيارات السياسية في الحياة السياسية والاجتماعية ومتعلقة أيضا بفكرة كيف يمكن مكافحة الإرهاب. ثم الرؤية الأوسع شوية هي متعلقة بفكرة تحقيق العدالة الانتقالية وفكرة كيف يمكن تطهير والتعامل مع مؤسسات الدولة الكبرى مثل القضاء والشرطة والجيش. ده ملخص أو دي العناوين الرئيسية لهذه الرؤية، ولكل بند من البنود التي ذكرتها تفاصيل موجودة ومنشورة في الإعلام بشكل كبير. دعني أسألك سؤالا، هذه الرؤية معتمدة بالأساس على بقاء النظام الحالي واستمراره في كل مفردات منصبه مع تغيير طريقة ممارسته للسلطة، هذا صحيح أم أنني فهمت خطأ؟ لا حضرتك، مش دي القصة. برضو ده نوع من أنواع الاختزال للأمر. نحن نتحدث عن وضع الآن غير مناسب، مرفوض السلطة الحالية، مرفوض ممارستها ومرفوض طريقة وصولها إلى السلطة، ده لا خلاف عليه. ولكن هنا النهاردة نحن نتحدث عن طريقة الحل. الحل الذي يجب أن يكون متكاتفا فيه الجميع، كل القوى المعارضة تتفق عليه وكل القوى السياسية متفق عليه، وتجبر السلطة في النهاية عليه بدرجة من الدرجات. ومنه رقم واحد هو تحقيق العدالة الانتقالية، ومنه محاسبة كل من أهدر دم مصريا في يوم من الأيام، ومنه حصول المصريين على حقوقهم وحلا الكاملة، ومنهم وجود عدل حقيقي في غياب العدل، ومنهم عودة المؤسسة العسكرية إلى كما يسميه سكنتها وابتعادها تماما عن. طيب الذي أمامي هنا السيد محمد هو التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، وإقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية، تعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، توفير إشراف قضائي، ضمان حياد أجهزة الدولة، وهناك على مستوى الحقوق والحريات الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والفصل السريع في الإجراءات التعسفية لمنع السفر وتفعيل ميثاق الإعلام وتشكيل قوة أمنية مدربة مهنيا لمحاربة الإرهاب، وهناك سياسة الإدماج التي تعمل على بناء نظام ديمقراطي حقيقي يتطلب دمج كل التيارات. لا يوجد هناك أي حديث عن أن النظام الحالي أتى بانقلاب عسكري وهو لا يمكن اعتباره نظام حصل على شرعية بناء على ثورة قامت من أجل تحقيق مسار ديمقراطي، لم تتحدثوا عن ذلك. قضية الشرعية هي قضية جدلية من وجهة نظر، من وجهة نظري أو على الأقل هي من وجهة نظر شخصية. هل هذا القضية الشرعية قضية جدلية؟ ونحن متجاوزينها، لأنه ويجب أن يتجاوزها الآن الجميع من وجهة نظري، لأن الأمر الآن أصعب من ذلك. فكرة الشرعية أو فكرة عودة مرسي أو عدم عودته ليست هذه نقطة الخلاف. دعني أوضح أنني لا أقصد هنا بكلمة شرعية الديمقراطية وشرعية المسار الديمقراطي كلمة عودة مرسي، أنا أقصد فقط أن هذا النظام جاء بانقلاب عسكري، فما الذي يعطيه الحق أو يعطيكم أنتم الفكرة للتصور عن أن إصلاح النظام أو الوضع القائم هو بإصلاح الأوضاع مع هذا النظام وليس إسقاطه؟ تمام، إحنا نتحدث الآن عن ما هو آن حالي، ولا نتحدث عن ما هو مستقبلي. المستقبلي هو تحقيق عدالة انتقالية وعودة وجود تحول ديمقراطي حقيقي وتطهير مؤسسة الدولة، وده قلت حضرتك ده في المدى الأبعد. المدى الحالي في يمكن أن يفعل، يمكن أن يكون متاحا، زي ما يقال في علم السياسة هو فن الممكن وفن المتاح. ما يمكن أن يفعل متاحا الآن وممكنا الآن هو أمور عاجلة تحاول أن توقف انهيار، نحن نحاول أن نوقف انهيار. هناك انهيار في العدالة، هناك انهيار في احترام حقوق الإنسان،
وهناك انهيار في الرؤية السياسية، فهناك عسكرة واضحة للدولة. نحن نحاول أن نوقف الآن هذا الانهيار ثم نتحدث فيما هو أفضل في المستقبل. هذه هي الفكرة كلها بمنتهى البساطة، ودي نقطة يعني بنحاول أن نتحدث فيها الاستيعاب، ليس فكرة. طب خلينا، مش مجرد عناوين براقة مثل عناوين هي نسخة الانقلاب ودون أي تحديها، دون أي تفاصيل. ربما نحن بحاجة إلى مزيد من الشرح المتعلق بكيف يمكن الحديث عن ثورة والحل الممكن، حيث أن كلتاهما أعتقد لا يتفقان. ولكن دعني أذهب بك إلى أسئلة المشاركين التي وردتك عبر فيسبوك. أحمد سعد يقول لك: أين الثورة وأين حقوق الشهداء؟ سؤال آخر من محمد الحسيني يقول لك: متى تتوحد القوى الثورية؟ أما أصبح هذا دربا من الخيال؟ سؤال ثالث، وما أترك لك الإجابة، من تامر عبد الحميد: ما هو المطلوب منكم ومن الإخوان والأحزاب الأخرى المحترمة ومن الشعب حتى تعود مصر إلى الطريق السليم؟ يمكنك الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاث. طيب خلينا نفتكر مع بعض. أول سؤال بيتكلم عن أين الثورة وأين حقوق الشهداء؟ طبعا أنا قلت في أول كلامي أن هناك تراجع الآن في المادة الثورية، وقلت أن حقوق الشهداء لم نحصل عليها، والدليل تبرئة مبارك وتبرئة العدلي، وهم أول من ونظامه هو أول من قتل هذا الشهداء. وكل الأمل أن يعمل الجميع من أجل أن يحصل في يوم من الأيام، على حقوق الشهداء. وهو هذا نضال طويل، أو هذا نضال مهم، يعني أتمنى أن يعمل فيه أو من خلاله الجميع، وهو غير منفصل عن النضال من أجل الحصول على الحرية ومن أجل الحصول على الديمقراطية. ده أول سؤال. السؤال الثاني حول التوحد. التوحد هو مطلب، والجميع يجب أن ينادي به، والجميع يجب أن يسعى إليه. ربما الرؤية التي تحدثنا عنها تتحدث عن هذا التوحد، تتحدث عن هذا الدمج، أو حتى تتحدث عن حوار. إحنا نطرق يعني يجب أن يكون لو حوار، ومش لازم يكون حتى معلن في الإعلام، حوار بين الأطراف المختلفة الموجودة على هذا أرض هذا الوطن وتعارض هذا النظام. أنا أدعو إلى هذا الحوار، وأدعو إلى نوع من أنواع تجاوز خلافات الماضي، وتجاوز اشكاليات زي اللي كنا بنتكلم فيها، هل ما حدث في 36 كان ماذا كان مسميه او ما الى ذلك. لابد ان نتحدث الان في كيف نواجه هذه السلطه القائمه، ويجب ان يكون هناك درجه من درجات التوحد، او على الاقل الحوار الذي يمهد للتوحد. طيب السؤال الثالث، معلش تذكريني بيه. كان هناك سؤال ثالث عن ممكن القوى الثوريه تتحالف مع قيادات الاخوان لتوحيد الصف الثوري ام لا؟ نفس المعنى. الهدف الآن إذا كان هناك اتفاقات واضحة وأرضية مشتركة واضحة، ومن أجل المعاونة، وكل أطراف المعارضة من يمينها إلى يسارها، من إسلاميها إلى ليبراليها، ما دام مؤمنا أننا في أزمة، وما دام مؤمنا أنه هذا النظام نظام مستبد، فيجب أن يتوحد الجميع. طيب أذهب بك إلى سؤال آخر من محمد حسن يقول لك: السياسة فن الممكن مع الإخوان، وليست فن اللي وفن اللي مش ممكن بعد ذلك. أنا مش فاهم السؤال. أعتقد أنه يقول لك أن السياسة أصبحت فن الممكن عندما لم يكن الأمر يتعلق بالإخوان، وفن الغير ممكن عندما كان الأمر يتعلق بالإخوان. ده كلام غير حقيقي. نحن تحدثت في البداية عن يعني كنت واحد ممن كانوا في جبهة الوطنية التي شكلت في يوم 23/6، وعرفت باتجاه في جبهة فيرمونت أو اتفاق فيرمونت، التي كانت تهدف إلى تعميق الديمقراطية وإلى مساندة أول رئيس انتخب بعد ثورة 25 يناير. والحوار استمد، أنا واحد من الناس حضرت عدة حوارات داخل قصر الرئاسة مع الرئيس مرسي أو مع الدكتور محمود مكي أو المستشار مكي أو مع الدكتور أبا كلام أو غيرهم. طول الوقت كنا نبحث عن الحلول السياسية ونبحث عن الممكن، ولم نتخلى عن ذلك، وطول الوقت سنبحث عن ذلك من أجل صلاح الوطن وليس لمصلحة شخصية. نعم، ولكن سيد محمد، إذا كنا نتحدث عن هذه النقطة، فدعني أقول لك أنه يمكن الرد على ذلك من قبل أي متابع بأنه وقت أن كانت الإخوان في السلطة ارتكبوا بعض الأخطاء والتي يمكن الحديث عنها بشكل مفصل، وما كان من حزب مصر القوية التي تنتمي أنت إليه الآن ومن عدد من القوى الثورية هي أنها طلبت بإسقاط الرئيس الدكتور محمد مرسي، و
انتخاب رئيس آخر بدلا منه. الآن وعندما قام الانقلاب العسكري ثم بعد ذلك الرئيس الذي انتخب في بعد ذلك الانقلاب بارتكاب كل ما يمكن الحديث عن أنه جرائم وانتهاكات وتضييق المجال العام، نحن نتحدث الآن عن فن الممكن، عن رؤية، عن مبادرة. نفس الأمر عندما كنا الرئيس مرسي موجود ده وجهنا إليه بحلول سياسية. المطالبة بوجود انتخابات رئاسية أو برلمانية مبكرة هي أحد الحلول السياسية الموجودة في علم السياسة عند تأزم الموقف السياسي. هذا كان حلا سياسيا نابعا من رؤية سياسية أن الأمور في تسير إلى انهيار، فمحاولة إنقاذ ممكن إنقاذه بوجود انتخابات رئاسية مبكرة. هذه حل سياسي هو الذي كان ممكن أو متاحا في هذه اللحظة. نفس الأمر نتحدث عليه، نحن لسنا من نؤيد وجود السيسي. مصر القوية أو التيار المصري قاطعوا الانتخابات الرئاسية ورأوها مهزلة، وهذا موقف برضه واضح ومعلن، ورأوها مهزلة. ونحن نعرف تماما أن هذه الانتخابات شابها كثير من الممارسات الخاطئة، وشابها كثير من الـ من الـ من الـ من التزوير، أو ممكن تقول من التلاعب على الأقل في الأرقام، على أقل تقدير. لكن في نفس الوقت نحن نتحدث الآن عن حلول يتفق عليها القوى السياسية من يمينها إلى يسارها. يا سيد محمد، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية كان أول من دعا إلى تنحي مرسي عن السلطة نظرا للأخطاء التي ارتكبها، وكانت الإعلان الدستوري الذي تذكره أنت جيدا. هل كل ما ارتكب حتى هذه اللحظة لا يسمح للمطالبة بصوت قوي من النظام الحالي بالتنحي عن السلطة؟ هذا تأثير سياسي يختلف من وقت المطالبة، وهل هناك استنفذت كل الحلول السياسيه ام لم تستنفذ؟ هذه القضيه. لكن انا بتكلم فيما هو اكثر من ذلك، نحن نتحدث عن مسانده للدكتور مرسي قبل اعلان النتيجه، وبين رفض لوجود السيسي قبل ان يوجد. هناك فرق بين الموقفين كبار. لماذا تتناسوا هذا الموقف؟ ده سؤال. هناك فرق اصلا في المسانده، نحن لم نساند السيسي يوما ما ولن نسانده يوما ما، بينما مرسي في الحقيقه من يتناسون هذا الموقف. كيف يمكن المقارنه بين الامرين؟ نفس الامر الان، نحن الان نتحدث عن محاوله انقاذ حاليه. من يتحدث عن انه يجب ان يرحل السيسي فليذهب، يرحله، يروح لقصر رئاسه ويشيله لو قادر. ولكن يا سيد محمد، حتى الرؤيه الاصلاحيه على رفض السيسي، لكن نحن نتحدث في محاوله لتوحيد الرؤيه. نحن نتحدث عن التوحد، نتوحد في مواجهه النظام ونحن برؤى مختلفه. لابد من النقاش حول الرؤيه. نعم، ولكن يا سيد محمد، حتى الرؤيه المقدمه من جانب يعني انت دلوقتي يعني لماذا تحاول ان تجبرني الى اتجاه واحد او فكره واحده؟ هناك رؤى مختلفه للتعامل مع هذا النظام، صح؟ نعم، وكلنا معارضين لهذا النظام، وكلنا نعرف انه جاء بانتخابات شابهة كثير من المغالطات. يا سيد محمد، انا لا احاول دفعك باتجاه فعل اي شيء، ولكن الرؤيه الاصلاحيه التي تتحدث انت عنها منذ قليل هي رؤيه في ظاهرها في حاله من المطالبه من النظام. يعني انتم تطالبون النظام بالقيام بهذه الاصلاحات، هو لا يمكنه القيام بها ولا يريد القيام بها. تمام، وعدم قيامه بها معناه امام الناس معناه انه زي يسقط من او يوضح نواياه للناس. هناك جماهير عريضه كبيره لم تتاكد من هذه النوايا، ولا وحتى الان يعني مخدوعه في هذا النظام. عندما يرفض هذه الحلول وعندما يتجاهلها وعندما يدوس عليها بقدر المتزاوت معناه ان تظهر حقيقه النظام امام الناس. هناك امر يجب ان يفعل، لكن الاجبار والاتجاه على ان هناك رؤيه واحده والاتجاه على ان هناك طريق واحد لمواجهه هذا النظام هو خطا، هو ده الخطا. هناك اراء وهناك رؤى، والمطلوب ان تجلس الناس سويا لتقارب هذه الرؤيه، وهذا ما ندعو اليه بمنتهى البساطه. ندعو الى هذا الحوار بين القوى السياسيه المختلفه لتقارب الرؤى حتى الوصول الى رؤيه مشتركه. لكن فكره ان هذه هي رؤيتي ومن يخالف رؤيتي هو ليس ثوريا وهو مواليا للنظام وهو انقلابيا، هذا الكلام يجب ان يكون مختلف او يجب ان يختفي في هذه اللحظه. ان كنا نبحث عن فكره تواصل وان فكره تقارب الرؤى، ان يبحث عن هذه الفكره تقارب الرؤى والمشاركه السياسيه هي ما نتحدث عنه بعد ان انقل لك هذا التعليق من حسين غريب. يقول لك: الثوره هي من جنت الخراب على مصر وعليكم الاعتراف بذلك. لا معلش، ممكن حضرتك تعيدي معايا السؤال تاني؟ محمد حسين غريب يقول لك: الثورة هي من جنت الخراب على مصر وعليكم الاعتراف بذلك. لا يمكن أن نعترف بذلك. الثورة خرقت حاربت من أجل فساد،
وحتى اعداء الثوره او يعني حتى من موجود في السلطه يتحدث عن ذلك. الثوره ثوره 25 يناير هي ثوره حقيقيه وثوره تاريخيه وثوره عظيمه وفعلت اشياء عظيمه حتى لو ان كانت استغلت من خير ذلك، حتى لو ان احنا نايم بعد 4 سنوات لن نجد ثمارها ونجد عكس ما كنا نتمناه، لكن الثوره لم تجني الخراب بل هي جنت شباب مصري وجنت روحا وجنت وعيا سيكون هو الامل وهو الحل في المستقبل كان قريبا او بعيدا كما قلت في بدايه الحلقه. طيب تحدثت عن تقارب الرؤى وعن المشاركه السياسيه والحلول السياسيه، هل تنوون في حزب مصر القويه المشاركه في الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ لم يأخذ حزب مصر القوية وأظن كثير من الناس حزب مصر القوية لم يأخذ قرارا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية حتى يومنا هذا. الانتخابات البرلمانية كان هناك اعتراض من حزب مصر القوية على هذا القانون وقانون الانتخابات، وهو واضح أيضا في الرؤية أو في الرؤية المطروحة أمس هناك اعتراض على قانون الانتخابات وعلى طريقة إجراء الانتخابات في هذه المرحلة. لم يأخذ حتى الآن قرار بالمشاركة، كما ان هناك ايضا الانتخابات البرلمانيه نفسها في مصر هي امر اصبح امر غامض من ضمن الامور الغامضه في مصرنا، فلا موعد محدد ولا رؤيه واضح ولا وقت محدد، وهناك تلاعب في هذا الامر بشكل من الاشكال، وهناك قانون تقسيم دوائر سيء يعترض عليه كثير من الناس. نعم. هناك قانون انتخابات سيء. هل هذا معناه انكم هل هذا معناه انكم في حال اصلاح هذه الامور، قانون المشاركه السياسيه والانتخابات البرلمانيه والامور المتعلقه بالاجراءات، ليست لديكم مشكله في المشاركه سياسيا من خلال الانتخابات البرلمانيه والمشاركه في البرلمان مع هذا النظام؟ طيب دي بترجعنا لنفس النقطه اللي احنا بنتكلم عليها، فكره الشرعيه والمشروعيه والنقاش والجدال حولها. نحن نتحدث الآن عن دي أحد ممكن مشروعية الانتخابات، من عدم مشروعيتها أحد العوامل أو أحد النقاط التي تناقش عند القرار عند أخذ قرار بالمشاركة أو بعدم المشاركة. هذا هو الأمر، زي ما قلت احنا أطعنا الانتخابات الرئاسية وفي نفس الوقت كان هناك مشاركة في التعديلات الدستورية والتصويت بلا ثم تحولت إلى مقاطعة. الأمور تقدر هنا أحد العناصر مشروعية الانتخابات، جو المناخ الذي يجرى فيه الانتخابات، إجراءات الانتخابات، دي 3 عوامل بيقوم عليها تقييم قرار المشاركة من عدم. إذن أنتم حتى هذه اللحظة لم تتخذوا قرار سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة، تحدثت عن تقارب الرؤى وهو ما يمكن الوقوف عليه في النقطة المتعلقة بدمج التيارات في الرؤية التي نتحدث عنها منذ بداية الحوار. ما الذي تعنيه بدمج التيارات؟ وأين تقف أو تقع جماعة الإخوان المسلمين من هذا الدمج؟ تمام. دمج التيارات تعني بمنتهى البساطة أن يكون من حق كل مصري مهما اختلفنا في أفكاره أو في أيديولوجيته أو توافقنا عليها أن يكون له حق ممارسة العمل السياسي ما دام ملتزما بالعمل السياسي السلمي. هي هذا هو الأمر، أن يكون عملا سياسيا سلميا معلنا. هي هذه هي القضية بمنتهى البساطة، هذا هو التعريف بمنتهى البساطة. قضية الإخوان ما أظن موجود في الرؤية أنه يجب ضرورة فصل ما هو دعوي وليس الإخوان فقط، بين القضية هي قضية كل التيارات الإسلامية. فصل واضح ما بين الممارسة السياسية والممارسة الدعوية. أن تكون الممارسة السياسية من خلال كيانات سياسية من خلال عمل سياسي واضح عالمي كما قلت، هذا هو الرؤية بالنسبة لكل التيار الإسلامي. نعم، لكن جماعة الإخوان المسلمين تواجه من قبل الدولة أحكاما بحل الحزب الذي يمكنها أن تمارس من خلاله العمل السياسي وفقا للشروط والمشروطية الموجودة في هذا البند، وهناك رفض، دعني أكمل هذه النقطة، وهناك رفض من جانب بعض القوى الثورية لدخول في أي تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين، هل حسمتم هذه النقطة؟ أقول بشكل واضح، بشكل واضح نحن نرفض ما يتعرض له أعضاء جماعة الإخوان من تنكيل وتوسع في التهم وتلفيق تهم وقضايا وحبس واعتقال وقتل في الشوارع. هذا بالنسبة لنا أمر واضح، نحن نرفض هذا بشكل واضح. نختلف مع الإخوان ومع أفكارهم ومع قيادتهم، ولكن ندافع عن حقهم في ممارسة حرية الرأي والتعبير، وندافع عن حقهم في ممارسة العمل السياسي، ونرفض قرارات غلق قنوات، ونرفض قرارات حل الأحزاب أو وقفها أو حل الجمعيات أو النقابات أو حتى القنوات الإعلامية. دي ثوابت موجودة عندنا بشكل واضح. فهذا مرفوض، إجراءات السلطة مرفوض. علشان كده احنا بنتكلم عن الدمج، يجب للسلطة أن تفهم تماما أن إقصاء التيارات الإسلامية أو أي تيار آخر ليس هو الحل. بينما الحل هو التقنين وهو الممارسة.
لكن القمع والتوسع في الاغلاق ومصادره الشركات، كل هذه الاجراءات التي تمارس ضد الاخوان وضد الاعضاء مرفوضه، بل بالعكس نحن نسعى الى دمجهم في الحياه السياسيه، او نتمنى ان يكون هناك حل لهذه الا توقف هذه الممارسات ضد الاخوان. وهل تعتقد ان السلطه الحاليه قد تفقد كل رهانتها على الحديث عن ان جماعه الاخوان جماعه ارهابيه وانها تحارب ذلك الارهاب وانها جاءت بالاساس لانقاذ مصر من الفاشيه الاسلاميه التي قالت انها تمثلها جماعه الاخوان المسلمين، هل تفقد السلطه كل رهانتها هذه من اجل استكمال الثوره؟ طبعا السلطه الان لن تفقد ذلك، لان ده جزء من بقائها وتسويقها لنفسها في الداخل وفي الخارج، انها جاءت لتحمي مصر والعالم من الارهاب. هو طبعا امر يعني فيه كثير من الاخطاء والمغالطه، وهو امر طبعا سيء جدا جدا، لكن لا هذا لا يمنعنا ان نقول كلمه الحق سواء استمعت لها ام لم تستمع، ولا يمنعنا من ان نحاول ان نكون جبهات معارضه للضغط على السلطه لتجبرها في اجلا او عاجلا على تنفيذ ما ننادي به، هذا حقنا. نعم حتى لو ما استجبتش، لكن احنا بنقول كلمه الحق انه يجب ادماج كل القوى السياسيه، ويجب ان يكون هناك وطن يشمل ويسع للجميع المتفقين مع السلطه او المخالفين لها او المعارضين لهم بغض النظر عن انتمائهم او ايديولوجيتهم. طيب الخطوات العمليه لتكوين جبهات معارضه هذا ما سنتحدث عنه بعد قليل، ولكن من احمد عماد يقول لك ما رايكم في الانباء التي تنقل اعتزام احمد عز خوض الانتخابات البرلمانيه، وهل سيشارك شباب الثوره في الانتخابات البرلمانيه القادمه ام لا؟ انت اجبت على السؤال المتعلق بالانتخابات البرلمانيه، ولكن هل يمكن ان تعلق على مساله مشاركه احمد عز؟ والله مشاركه احمد عز دي من احد الاشياء او من احد مشاكل انه لم تتحقق العداله الانتقاليه، او لانه كان هذا الرجل كان على قمه تنظيم الحزب الوطني المنحل الحاكم الفاسد الذي نهب ثروات مصر سنوات طويله، هذا الرجل كان يجب ان يكون هناك قرارات واضحه في الدستور، سواء في دستور 2012 او في دستور 2014 او في القوانين تمنع مثل هؤلاء من ممارسه الحياه السياسيه، كما انه وضح من نتيجه الغياب العداله خرج احمد عز. طيب وضحت هذه النقطه سيد محمد، وضحت هذه المصالحه، وضحت هذه النقطه. سؤال اخير، هل لديكم خطوات عمليه لتفعيل مساله الدمج او المشاركه؟ الخطوه الاوليه الان هي خطوه الحوار، لابد من فتح حوار مع كل التيارات المختلفه والمتناحره وتقريب وجهات النظر والوصول الى رؤى حقيقيه واقعيه او رؤى حقيقيه متفق عليها حتى لو ان تكون واقعيه وحالمه، ولكن الاهم ان يكون متفق عليها وان يكون هناك ارضيه واحده ثابته ومشتركه لمواجهه ما نحن فيه الان في مصر، وبالخروج من المأزق الحالي الذي يعيشه مصر ويعيشه المجتمع المصري. هل ستنقلون هذه الرؤيه الى الرئاسه؟ لم الرؤيه الان هي حتى الان هي موجوده في الاعلام، لم وهناك من المفترض ان الحكومه لديها وزاره اسمها وزاره العداله الانتقاليه، من المفترض ان تعمل على مثل هذه الرؤى وان تحاول ان تبررها الى نقاط عمليه، ولكن للاسف طبعا هذه الوزاره حتى الان لا تعمل شيء، وهي حبر على ورق، وواضح انه لا يوجد جديه واضحه لدى السلطه باي حل سياسي، لان كما ذكرتي منذ قليل هي تعيش على فكره انها تحمي مصر من الارهاب، وهي تنظر ارهاب الطار الاسلامي. سيد محمد، الحوار ونبذ العنف والبحث عن المشتركات ما بين التيارات المختلفه والبحث عن ارضيه مشتركه للثوره لاستكمال المسار الديمقراطي او لاستكمال مسار الثوره، ربما هذه النقاط الاساسيه او مفاتح المرحله القادمه التي ترونها. اشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. مشاهدينا، في نهايه هذه الحلقه اشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وفي نهايه هذه الحلقه نترحم على شهداء ذكرى او احداث مجلس الوزراء التي تمر غدا بها 3 سنوات. اشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، لكم تحياتي انا حياه اليماني، الجزيره بشر مصر، والى اللقاء.